قامت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية بوضع خطة متكاملة لاستقبال سباقات الفورمولا 1، حيث تم توزيع دوريات الإدارة العامة للمرور في جميع منافذ مملكة البحرين وصولا إلى حلبة البحرين الدولية. المقدم عادل إبراهيم الدوسري رئيس وحدة المراقبة المرورية بالإدارة العامة للمرور قال إن دوريات المرور ستعمل على تأمين انسيابية الحركة المرورية في جميع أيام السباق من وإلى الحلبة. المرورية التي أعدتها الإدارة العامة للمرور لاستقبال الحدث العالمي سباق جائزة البحرين الكبرى الفورمولا 1، وهي طبعا من خلال توزيع قوتنا شرطة الإدارة العامة للمرور وضباط الإدارة العامة للمرور على كافة الطرق القريبة من حلبة البحرين الدولية. نبتدي من دوار عوالي الرئيسي باتجاه شارع الزلاق، وطبعا استقبال حركة الجمهور والمدعوين من شارع المعسكر وشارع الشيخ سلمان في اتجاه شارع الزلاق، مرورا بدوار عوالي الجنوبي، وأيضا تنتقل الحركة المرورية إلى تقاطع المدخل الإشارة الضوئية مدخل الصخير، ومن ثم ننتقل إلى دوار قصر الصخير مرورا بتقاطع نادي راشد للفروسية وإلى أسفل كوبري الزلاق. وأيضا هناك حركة مرورية قادمة من شارع الشيخ خليفة بن سلمان تنحرف يمينا من أعلى الكوبري مع حركة شارع الزلاق، تتلاقى حركة المرور وأيضا مع القادمين من دوار 22 في اتجاه إشارة بوابة الجامعة الرئيسية باتجاه الإشارة الضوئية تقاطع خليج البحرين بشارع الزلاق. تنحرف جميع الجماهير والمدعوين على شارع خليج البحرين باتجاه الإشارة الضوئية للبوابة الجامعة الغربية، ومن ثم نصل إلى أول إشارة وهي المدخل الأول لاستقبال جميع الجماهير للمواقف الآتية اللي هي 1 و2 و3 و4 و5. هذه بتكون المواقف حق المدخل الأول، وتستمر حركة المرور على شارع خليج البحرين ودخولا إلى المدخل الثاني، وأيضا 6 و7 و8 و9 و10 و15 و16. هذه بالنسبة حق جميع المواقف وضحناها حسب الأرقام. نتمنى من الجمهور والمدعوين أن يتقيد بالملصق في وضعه في المكان بارز وواضح لجميع المدعوين، عساس أن تسهل عملية دخول جميع الجماهير في حلبة البحرين الدولية. وطبعا حرص شديد من الإدارة العامة للمرور بأن وفرت مع الإدارة الحلبة الدولية موقف رقم 9 بيكون خاص لذوي الاحتياجات الخاصة.